اللي مثلك الحين فاتحين بيوت يصرفون على نفسهم يصرفون على اهاليهم، انت للحين تطلب مني ومن امك مصروف ويا ريت مصروف مثل باقي الناس. امي شاكيت لك؟ امي ما تشتكي. من وين جبتي هالحكي؟ امي ما تخش عني شيء. امي شاكيت لك؟ ما قالت لك شيء. من وين جبتي هالحكي؟ ما تخش عنك. طبعا انت مرتاحه عايشه بنعيم، احنا اللي عايشين بفقر ناطرين الدينار تقطين علينا. اول شيء انا ما قصرت بشيء. بلى انت تدري كل شهر انا كم قاعد اعطيكم. ايوه هايت انا ما اقدر اخذ من ريلي اكثر من اللي يعطيني اياه، بس انا غير قايله الحمد لله قانعه مو طمعانه بفلوس ريلي. وبعدين تعال انت بدال ما تفسر عن شمومك وتدورك على شغل عشان تغني نفسك وتغني امك قاعد تطالعني انا عينك على حلالي حاسدني على حظي. اماني انت فهمتيني غلط، ترى ما كان قصدي. انا عمري ما حسدتك، بالعكس انا ادعي لك الله يوفقك. ترى بعدين الموضوع ترى يعني من باب الميانه، اخو واخته مهامون عليك انا يعني. بعدين انا حاولت اشتغل، جيتك كلمتك قلت لك كلمي ابو بدر، انت اللي عيتي شو اسوي؟ انت تعرف ليش؟ بعدين تعال الديره متروسه شغل والحكومه ما قصرت بطلت الباب حق الكويتيين. انا عندي لك اقتراح بيريحك ويريحني. شنو هو؟ يعني انا سمعت ان العم ناصر عنده بنت مطلقه، شو رايك تخطبينها لي؟ وحزتها بفكك مني. انت من صدقك؟ ليش لا؟ انت واعي للحكي اللي قاعد تقوله؟ اي واعي، واعي ونص، شنو ماني ريال انا؟ بعدين اذا قصدك على الفقر، الفقر ما منع العم ناصر انه ياخذك. العم ناصر على قولتك هو اللي يصرف علي، مو انا اصرف عليه. ايش قصدك؟ قصدي انه ماكو ريال بالدنيا بيزوج بنته حق واحد، البنت هي اللي تصرف عليه. مين قالك انها هي اللي بتصرف علي؟ عيلي شلون؟ أنا لما أتزوج بنته طبيعي بيشغلني عنده أو بيدبر أموري على الأقل، وحزتها ماني محتاج فلوسها. أنا أقول شوف لك شغلة بالأول بعدين نفكر بالموضوع. حاضر بشوف لي شغلة، بس أبي استوعديني تكلمين عني. لا لقيت شغل يصير خير. أبي وعد. خلاص وعد.